Good evening, ladies and gentlemen. Dear UAE officials, Your Excellencies and distinguished dear guests, dear authority of the Abu Dhabi Cultural Foundation, on behalf of the African group, I like to say thank you to each and everyone for responding to the call of Africa to celebrate the 44th anniversary of the African Union. Before I hand the microphone to Mrs. Nancy Cremie, I would like to say thank you to everybody for coming. And at this point, I like to ask everybody to stand up for the African Union anthem. Good evening, ladies and gentlemen. Dear UAE officials, Your Excellencies and distinguished dear guests, dear authority of the Abu Dhabi Cultural Foundation, on behalf of the African group, I like to say thank you to each and everyone for responding to the call of Africa to celebrate the 44th anniversary of the African Union. Before I hand the microphone to Mrs. Nancy Cremie, I would like to say thank you to everybody for coming. And at this point, I like to ask everybody to stand up for the African Union anthem. A very warm welcome to all of you once again. Your Excellencies, ladies and gentlemen, without much further ado, I'd like to take this opportunity to welcome His Excellency Sheikh Tidiane Thiaye, the Ambassador of Senegal to the UAE. He's also the Dean of the African Diplomatic Group to do the welcome remarks. Your Excellency. السيد السفير السيد عبيد سالم السعادي مدير إدارة المراسم
تنظيم إدارة المراسم ومثل السلطات العليا المختصة الإماراتية في حقنا هذا سعادة السفير السيد محمد عبد الله العثمان سفير قطر سفير دولة قطر وعميد سلك الدبلوماسي المعتمد للدولة أصحاب السعادة السفراء أيها الإخوة والأخوات يشرفني وباسم إخواني أصحاب السعادة سفراء المجموعة الإفريقية المعتمدين لدى الدولة وكما يسعدني أيضا أصالة عن نفسي ونيابة عنهم جميعا وعن الجالية الإفريقية المقيمة في هذه الأرض المباركة الطيبة والمضيافة أن نرحب بكم في رحاب هذا الصرح الثقافي الفني العريق ونشكركم أيضا على تفضلكم بتلبية دعوة إخوانكم وأصدقائكم الأفارقة وذلك لمشاركتهم فرحة ومسرة احتفائنا في هذه الأمسية الإفريقية والتي تقام في أرض الإمارات الصديقة. أصحاب السعادة أيها الإخوة والأخوات ضيوفنا الأعزاء اسمحوا لي وباسم إخواني أصحاب السعادة السفراء أن نرفع شكرنا الخالص وامتناننا العميق باسمنا جميعا وباسم الجالية المقيمة في الإمارات العربية المتحدة إلى الشعب الإماراتي الكريم الأبي وعلى رأسه حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله ورعاه وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي أيده الله وإخوانهم وإخوانهما أعضاء مجلس الاتحاد الأعلى وإلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى الحكومة الإماراتية الرشيدة والشعب الإماراتي الصديق على ما يقدمونه من حسن الضيافة وكرم الوفادة وسعة الصدر للجالية الإفريقية المقيمة في هذه الأرض والشكر كما الثناء موصولان أيضاً إلى الراعي الأول لهذا الحفل الجميل وهو المجمع الثقافي ومسؤوليه وغيرهم من الأطر والكوادر والطاقم العامل فيه على ما قدموه لتأمين أو على ما قدموه لنا من مساعدات مادية ومعنوية ولوجستيكية وذلك إنجاحاً لهذا الحفل بهيج فجزاهم الله عنا وعن الأخوة والإنسانية خيراً وكما لا نترك هذه المناسبة الغراء تمر إلا ونرفع شكرنا إلى الرعاة الآخرين وهم السيد الدكتور ياسر جلال المحترم مدير عام مصنع الغادة الدولية للإسمنت في مملكة البحرين الشقيقة الخطوط وإلى الخطوط الجوية الجزائرية وإلى الخطوط الجوية الكينية وإلى شركة سفريات أشرف وإلى الصالون الإفريقي للسيدات دبي وإلى شركة إميريتس ماك أبولز يوزر جروب وفي الختام نتمنى لكم جميعا أمسية إفريقية طيبة مع برنامج حافل بمفاجآت سارة عاشت الصداقة الإفريقية الإماراتية وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you very much, Your Excellency, for the welcome remarks.
Now, ladies and gentlemen, for the rest of the evening, I just quickly run down through the program, what do we expect today at this function. We have very talented and very gifted minds in this room, and they will be talking to us about several issues. International politics, the future of Africa, Africa's strength, where is Africa headed, what can we do to indeed improve our own continent. That and more. We'll also have a DVD projection that will be showing us the beautiful sides of Africa. And the beauty of that is that it combines all the different countries. So if you have not been to Kenya today, you will see what Kenya has to offer. If you haven't been to Senegal, you shall see that. If you haven't been to South Africa, and we hope that you'll jump on the next flight out and go and visit Africa. All right, we'll also, of course, have a cultural group performance, and no African function is complete without a cultural dance. All right, and then after that, we will also be looking at beautiful raffle prizes that have been given to us by our beautiful sponsors today. We would like to thank the Abu Dhabi Cultural Foundation for, of course, accepting to host this event. We have Kenya Airways, who've given us a ticket as usual. We have Air Algeria, Sharaf Travel, have also given us a ticket to Johannesburg. We have Salama Afro Ladies Salon, they're giving away a gift bag of the beautiful Kenyan tea. And, of course, our speakers who I'll be introducing shortly. Now, without much further ado then, I shall introduce a gentleman, Dr. Hamdi Abdurrahman from Egypt, will give us a talk on international politics and the future of Africa. Please join me in welcoming Dr. Hamdi Abdurrahman. You're most welcome. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أعرب عن سعادتي الغامرة لمشاركتي في هذا اليوم للمرة الثانية في أرض عربية في أرض الإمارات. وحينما دعيت للمشاركة لم أتردد أبدا كي من الناحية الرمزية على الأقل يكون لي دور في إثارة بعض القضايا المهمة المتعلقة بالقرى الإفريقية. أود في البداية أن أشير إلى عدد من الملاحظات المهمة لفهم ما يحدث في أفريقيا ولوضع تصور مستقبلي لما ينبغي أن تكون عليه القارة الإفريقية من قبل 21. الملاحظة الأولى تتعلق بسوء الفهم المرتبط سوء فهم أفريقيا. يعني أفريقيا من أكثر المناطق ظلماً من حيث التأريخ. يعني كتابة تاريخ أفريقيا وضع بشكل أساسي بعيون غير إفريقية، وبالتالي هناك فترة مهمة جدا في تاريخ إفريقيا يتم تجهيلها أو عدم النظر إليها مطلقا. فإذا ينبغي أن نفهم إفريقيا فهما صحيحا، وهذه هي المدخل الصحيح لفهم كثير من القضايا الإفريقية. يعني فترة ما قبل الاحتكاك الأوروبي بالقارة الإفريقية، كثيراً ما نجهل هذه الفترة، فترة حضارة الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا. نتذكر على سبيل المثال مملكة مالي ورحلة منسى كنكان موسى الشهيرة، رحلة الحج الشهيرة التي مر من خلالها بأرض مصر، وكان يجزل العطايا من الذهب حتى أن سعر الذهب في مصر انخفض أثناء تلك الرحلة.
نتذكر جامعة سانكوري في مدينة تيمبوكتو، والتي كانت جامعة بالمفهوم الحضاري، حينما كانت أوروبا في ذلك الوقت تعيش في عصر الظلمات. هذا جزء من التاريخ الإفريقي، ليس هذا فقط في شرق إفريقيا، وإنما يمكن أن نتحدث عن حضارة الحبشة، عن حضارة الزولو، شاكا زولو في جنوب إفريقيا. فهذا جزء مهم ينبغي أن نشير إليه وأن نفهمه فهماً صحيحاً. الملاحظة الثانية تتعلق بتهميش القارة الإفريقية واستبعادها في ظل النظام العالمي منذ بداية الاحتكاك الأوروبي بأفريقيا. وهنا أود دائماً أن أشير إلى مثل مهم في ثقافة الكيكويو، أنه حينما يتصارع فيلان المتضرر من هذا الصراع هو الحشائش اللي تحت أقدامهم. حتى في لحظات السعادة أيضاً، سواء صراع أو سعادة بين الفيلين، اللي بيتضرر هم الحشائش. وهذا يختزل لنا تاريخ إفريقيا في النظام الدولي منذ بدايات عصر العولمة بمفهومها التاريخي، هو قصة نهب ثروات القارة الإفريقية. هنا يمكن أن أشير إلى مقولة العالم الكيني الأبرز علي مزروعي حينما تحدث عن جدلية العولمة والتهميش في القارة الإفريقية، من سفينة الرقيق إلى سفينة الفضاء. قصة العولمة التي نعيشها الآن، الرقيق الذين جلبوا من القارة الإفريقية وأثروا سلباً على التنمية البشرية في القارة الإفريقية، وفي نفس الوقت أسهموا في تنمية العالم الجديد. يمكن اللي منكم يزور جزيرة غوري في السنغال يشاهد حي على هذه الفترة من التاريخ الإنساني. إذن حتى حينما صعد الغرب إلى الفضاء كانوا بحاجة إلى اليورانيوم من القارة الإفريقية. إذن القارة الإفريقية أسهمت بشكل بارز في تطور الغرب. الملاحظة الثالثة هي أن مسؤولية النهضة في القارة الإفريقية ليست مسؤولية أفريقية وحسب، وإنما هناك مسؤولية تاريخية على تلك الدول الغنية التي أسهمت في نهب ثروات القارة الإفريقية. ومن هنا تأتي مسألة التعويض عن هذه الفترة الطويلة من النهب الاستعماري للقارة الإفريقية. الملاحظة الرابعة، وهي بمناسبة وجودنا هنا في هذا المكان وبرعاية من دولة الإمارات العربية المتحدة، نشير إلى جدلية العلاقات العربية الإفريقية. مسألة قد تبدو بالغة الحساسية، وإنما فيها شكوك